صباح الحب، صباح السعادة، صباح الأمل والتفاؤل. النهاردة هنتكلم، حلقتنا هتخص كل فتاة وكل شاب. هنعرفكم ونقول لكم إزاي تختاروا شريك حياتكم. طبعا احنا الأول لازم أصبح وأسلم على أصحابي اللي بقالي فترة كتيرة جدا ما ظهرتش معاهم. صباح الخير يا شيري. صباح النور يا نيفين، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير يا نيفين، صباح الخير على كل الناس. عايزين نقول مين فينا ما يحبش يعيش حياته مع راجل يحسسها بالامان والحب، وتبقى هي حبيبته وشريكته وظهره وسنده وشريكه حياته اللي يكمل معاها طول العمر، وفي نفس الوقت يبقى فيه موده ورحمه وسكن وسلام. علشان كده احنا عايزين نختار صح، فاحنا النهارده عايزين نختار شريك الحياه المناسب، وعايزين نفكر مع بعض بصوت عالي ازاي نقول لاولادنا، ازاي نقول للناس اللي حوالينا نختار ازاي الشريك الحياه المناسب. عايزين الاول كل شاب وفتاه بيتفرجوا علينا دلوقتي يجيبوا ورقه وقلم، عشان هنقول حاجات مفيده جدا هتفيدكم. تكتبوا الاسئله اللي احنا هنقولها وهتقعدوا مع نفسكم وتسالوا نفسكم، هل الشريك دوت او الشريكه دي مناسبه ليا او مناسب ليا ولا لا. الاول فيه زي ما احنا عارفين في فترتين هنتكلم عليهم، فترة قبل الخطوبة وفترة أثناء الخطوبة. أول حاجة هنتكلم عليها اللي هي الفترة اللي هي قبل الخطوبة. فترة قبل الخطوبة دي محتاجين جدا الأب والأم لازم يقعدوا مع أولادهم ويديهم طبعا الخبرة بتاعتهم، يقول لهم إيه هي المعايير المناسبة لاختيار شريك حياتهم. شيري، أنت عندك بنوتة، تمام. أنت بالنسبة لك لو كلمتي بنتك هتتكلمي معاها تقولي لها إزاي تختار شريك حياتها؟ بصي يامبين، انا شايفه ان لازم في الاول خالص يكون الراجل صاحب خلق، وده بيبان في الاول خالص من تصرفاته ومن الطباع بتاعته ومن ردود افعاله. فصاحب الخلق دوت لو احنا مختلفين هيكرمك، لو احنا في بينا مشاكل هيفصل بالمشاكل مع مراته او ولاده، بعدين هيبقى فيه يعني موده ورحمه. فانا شايفه ان رقم واحد المفروض ان هو يبقى فيه صاحب خلق، عشان لو احنا في المشاكل او في السراء والضراء زي ما بيقولوا، يبقى فيه يعاملنا بما يرضي الله. صح؟ صح طبعا. لازم يكون عنده ضمير، لازم يكونوا زي بعض، لازم يكونوا على مستوى اجتماعي متقارب، لازم يدوا لبعض فرصه كافيه ان هم يختبروا بعض قبل ارتباط، قبل يعني الجواز تكون فترة الخطوبة كافية. لازم يكون ليهم صحاب قريبين منهم ياخدوا منهم نصايح. ممكن بتبقى فترة الخطوبة في الأول تحاول تكتشفه، لأن ممكن يكون حد بيحاول يمثل حاجة مش فيه، فلازم تكون كافية. لازم يحاولوا يكتشفوا بعض كويس، لازم يخرجوا مع بعض كتير، لازم يشوفوا بعض في مواقف مختلفة، لازم يكون في تقابل بينهم في مجالات كتير أو نشاطات كتير يكونوا بيعملوها مع بعض، عشان ما يكونش في خلاف كبير بينهم. يعني لازم يكون في تقارب فكريا وعقليا واجتماعيا، يعني تفكيره يكون قريب من تفكيري، ظروفه الاجتماعية مناسبة لظروفي. وفي حاجة كمان مهمة جدا، موضوع المادية. يعني المفروض ان انت ما تاخديش واحد اقل منك ماديا، لكن تقدري ان انت تاخدي اعلى منك او في نفس المستوى. برضو بالنسبه للشاب، لما تيجي تفكر انك تتجوز واحده او ترتبط بواحده، لازم تكون ماديا في سوا بعض. اقل منك هتبقى سوري، لو هي اعلى منك هتبقى مشكله بالنسبه لك، لان اكيد مليون في الميه هتساعدك في البيت. فلو حصل الموضوع دوت شكل الراجل بيختلف وهيحس بالنقص. يعني للاسف مهما كان ان احنا بنقول ان لو اقل منه ماديا مش مشكله، ان الاثنين هيكونوا مع بعض وهيكملوا مع بعض. انا شايفه ان مهما كان في طبيعه او من داخل الراجل الشرقي هيكون حاسس بنقص كبير، فهيطلع على شريكه حياته في مشاكل. فلازم على قدر الامكان يكونوا الاثنين ماديا واجتماعيا يكونوا متوافقين، وتعليميا كمان زي ما قلت يا عمرو فعلا مظبوط جدا، لان ساعه المشاكل بيبان معدن الانسان، بيبان ردود افعاله كويسه ولا في تطاول، في اهانه، في اسلوب فكر راقي بنتكلم فيه مناقشه، لان برضو ده بيعود على الاطفال.
ويكون ملتزم دينيا، علشان لما يكون ملتزم دينيا هيراعي ربنا فيكي وهيتعامل معاكي بطريقة كويسة جدا. وفي كمان اللي هي الطبقات. معلش نبينا، عايزه بس اكمل على موضوع اللي هو دينيا دوت. ده لما يراعي ربنا فينا، مفيش بيت ما بيخلاش من الضغوطات والمشاكل، ولا قدر الله حتى الأسوأ الظروف بعدين لو حصل انفصال، الراجل ده هيعاملك بما يرضي الله وهيعامل ولاده بما يرضي الله. رقم واحد، مش هيخليكي تروحي تلجأ للمحاكم، مش هيوقفك. يعني الفترة الأخيرة دي بقى في دفع جامد قوي للسترونج اندبندنت وومن، اللي هي امرأة مستقلة. ليه مستقلة؟ علشان غصب عنها راجل، للأسف هو راجل بس في البطاقة مش راجل في الحقيقة، خلى مراته تاخد الولاد ويروحوا يقفوا في المحاكم، وللأسف حبال المحاكم طويلة طبعا غصب عنهم، لأن الرول هناك كتير جدا، فبيبقى فيه ضغوطات كتير. فأنا شايفة أن الموضوع ده لازم يبقى مهم جدا علشان يراعي ربنا فيكي وفي ولادك. وبرضو لازم أعرف بنتي بالنسبة لموضوع الطبقات، لكل عيلة ليها طبقة وليها ثقافتها، مع احترامي لكل الطبقة طبعاً. لكل الطبقات، بس لازم يكون في توافق، وفي عشان يكون في تواصل، يعني لازم يكون توافق ما بين الطبقتين عشان يكون في تواصل ما بينهم، ويبقى في نسب جميل ومشرف. صح. وعايزين برضو نقول لازم يكون في مجالات مشتركة. لا ده دي أثناء اللي احنا هنتكلم فيها في فترة الخطوبة. لازم كمان لما تبقي قاعدة مع الإنسان اللي هترتبطي بيه، لازم تحسي إنك أنت بالنسبة له أنت قاعدة معاه إن أنت مرتاحة ليه. يعني لازم يكون في راحة. في فترة بقى هنتكلم فيها اللي هي فترة اتفضل أثناء الخطوبة. بس أنت خلاص اتخطبتي أو اتخطبت واتدبستوا خلاص. بس اسمحي لي إن أنا اتفضل. يعني قبل ما نخش في فترة خطوبة، اولا انا يعني انا سعيد جدا ان انت رجعتي معانا تاني للبرنامج. انا اللي سعيد يعني ان انا بصدق دلوقتي، اتمنى ان انت ما تنقطعيش تاني، واعتقد الساده المشاهدين سعداء برضو. ميرسي. انا معاكي طبعا في موضوع ان هو ماديا لازم يكون يعني على مستوى جيد، بس يعني لو هو لسه في بدايه حياته وهي فعلا بتحبه وهي واثقه فيه، ممكن هي تدعمه ان هو يتحسن مع الوقت ماديا لو هي واثقه فيه، لو هو واحد فعلا مش هيستغلها او كده، لو هي عارفاه كويس. بس لازم تبقى عارفاه كويس يا عمره، علشان في للاسف ثقافات ان لازم الراجل يبقى اعلى من الست ماديا واجتماعيا، فلو هو لو هي اعلى بيحصل مشاكل كتير، فلازم تكون هي عارفاه كويس قوي. وفي اختبارات كتيره جدا صغيره كده بتبين، فلازم نبقى شايفين، لازم نبقى واثقين من الانسان اللي معانا علشان ما يحصلش مشاكل بعدين. فلازم نختار صح كويس قوي، نحكم قلبنا مع عقلنا مش القلب بس. لا وفي حاجه كمان مهمه جدا نسينا نقولها اثناء التعليم، ان مفيش مشكله ان البنت تتجوز بالنسبه للتعليم ان هو يكون اعلى منها، لكن لو الست اقل منك في التعليم مش كويس، لان هي اللي بتربي لك اولادك. طبعا صح، دي الموضوع ده خطير جدا، لان بما ان الدروس دلوقتي غاليه جدا، فالستات دلوقتي هي اللي بتبقى قاعده بتربي الولاد، فلازم على الاقل كده كده برضه هياخدوا دروس، هم هياخدوا دروس في جميع الاحوال، يبقى في شويه متابعه يا عمرو، حتى لو كلنا طبعا اكيد الست في الاغلب هي اللي بتبقى مع الولاد اكتر، اكيد مسؤوليه التربيه مشتركه على الراجل والست، لكن يعني مع المسؤوليه التاريخيه بتاعت الست كست طبعا هي بتبقى مع الولاد اكتر. ما احنا عايزين ناكد ان الراجل برضو لازم يكون شويه ماشي مع الست في موضوع البيت او المذاكره، لازم يبقى، لان ده بيت مشترك، فالاثنين لازم يبقوا سند لبعض عشان ينجحوا الشركه دي. من البيت ده شركه، لو مديرها، لو البيت ده ناجح يبقى مديرها ناجح، مديرها ده اللي هو الراجل وشويه بتبقى الست. فلو البيت ده فاشل انا حاسه ان او اعتقد ان بيبقى الموضوع الاكبر على الراجل. طيب نتكلم بقى على الفتره اللي هي اثناء الخطوبه. في ثلاث عناصر مهمين جدا واساسيين، ومن الافضل ان مفيش حد فيكم يتنازل على ولا عنصر من العناصر دي. ثلاث عناصر هو ان لازم يكون في انجذاب واعجاب. ثاني عنصر لازم يكون في ثقه وامان. ثالث عنصر وده اهم، الراحه النفسيه. هنتكلم عليهم، وهي دي اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها في الاول. لازم تجيبوا ورقه وقلم، وكل واحد هيقعد مع نفسه يشوف، المخطوبين هيقعد مع نفسه يشوف الاسئله اللي احنا هنقولها دلوقتي. انت شايفه ان الاسئله دي موجوده في خطيبك او في خطيبتك؟ زي مثلا اول سؤال،
هتسألي نفسك هتقولي إيه؟ ممكن مثلا يعني أنا مناسبة لي ولا لأ، مش هو اللي مناسب ليا ولا لأ. يعني في كم مننا بيبقى في حاجات مشتركة. أنا مثلا مش حقيقي، بس ممكن تكون واحدة بتحب تقعد في البيت على طول، أو واحدة بتحب تخرج على طول، فهتتجوز واحد ما ينفعش نقول إن إحنا أنا عايزة واحد عكسي، عكسي دوت يعني بداية المشاكل. لازم على قدر الإمكان تبقى أنتوا الاتنين موافقين مع بعض. واحدة بتحب الخروج والسفر، فواحد يكون نفس الكلام بيحب الخروج والسفر، لأن لو هي قاعدة في البيت دي تعتبر يا شريهان هنقول لها نحطها تحت السؤال اللي هو هل أنت شايفة إن هو هيقدر يتحمل مش يتحمل، لا، في مجالات بينكم مشتركة زي الخروج، الرياضة بأنواعها، القراءة، الشعر، الموسيقى، السفر، كل ده نقدر نحطه تحت بند سؤال اللي هو هتسألي نفسك أو هتسأل نفسك، هتقول في مجالات مشتركة بينكم. ده سؤال رقم واحد. هنتكلم على السؤال رقم اتنين. هتشوفي، هتسألي نفسك في مواقف هتحصل، والمواقف دي انت ذات نفسك لما تخرجي معاها تعرف، هتقولي انت هل تتحملي، تقدري ان انت تتحملي السلبيات بتاعته؟ زي مثلا خارجه معايا راكبه جنبه في العربيه، حد زنق عليه، حصل مثلا ان هو تطول باللسان او استخدم ايده. معانا اتصال تليفوني، معانا استمعيه. اتفضل. الو صباح الخير. صباح النور. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. تتصلي منين يا سميه؟ انا من الصعيد، من هنا. اهلا وسهلا. مخطوبه ولا لسه؟ لا مخطوبه. عندك كام سنه؟ 22. طب كويس. مخطوبه الحياه عامله معاكي ايه؟ ممكن توطي التلفزيون شويه؟ طيب اتصلت، شكرا، الاتصالات قطع. هنكمل الموضوع اللي هي السلبيات. عايزين نشوف احنا هنقدر نعيش مع السلبيات ديت ولا لا، لان مفيش حد بيتغير. اللي انت هتختاريه او اللي انت هتختاره هو ده اللي انت هتكمل عليه. ممكن شويه نبتدي نتحسن لكن مش هنتغير. فانا قادره اعيش مع العيوب دي وقادره يعني اكمل معاها واعيش معاها ولا مش هقدر؟ لا، وعايزه كمان اقول للبنات بالذات ان انت طبعا اكيد فتره الخطوبه هيبقى في زياره للاهل، هتشوفيه هو هيتعامل مع اخواته ازاي. مريم اسكندريه، معلش. الو صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الفل. منورين الدنيا كلها والله. حبيبتي اتفضلي، سؤالك. متجوزه ولا مخطوبه؟ لا انا متجوزه. بقالك كام سنه؟ 4 سنين. وعندي كام سنه؟ 26. ما شاء الله. طب الحياه عامله ايه؟ طمنينا. الحمد لله. هنقول ايه يعني؟ الحمد لله. هنقول بدايه جميله. دايما. اخترتيه بناء على ايه؟ ولا هو اللي اختارك؟ والله كان ظروف كتيره. والله هو اختارني. يعني انتوا اتجوزتوا عن حب ولا جواز صالونات؟ لا جواز صالونات. لا لا. جواز صالونات. هي بتقول هو اختارني ف جواز صالونات. انت شايفه ان الحمد لله دلوقتي جواز الصالونات انجح اكتر من الحب؟ بصراحه ايوه. والحب بيجي بعد الجواز صح؟ الحب بيجي اصلا بعد الجواز. بالعشرة. يعني انا ما كنتش بحبه. بس بعد الجواز حبيته كتير، يعني حبيته لدرجه ان انا مثلا ما اتخيلش حياتي من غيره. الله، ده عارفه اكيد عشان في موده ورحمه وبيعاملك بما يرضي الله. اكيد اكيد والله انا بصي بحبه جدا. الله، سامعين؟ دي حاجة حلوة. ربنا يخليكم لبعض يا رب. والله يبارك لكم. يبارك لكم في حياتكم. كان في أطفال؟ في أطفال ولا لسه؟ قالت في أطفال؟ والله لسه، ربنا ما رزقنيش. إن شاء الله ربنا يرزقك الخير في وقته. ربنا يهديكي السعادة في وقتها. بس أهم حاجة اسمعي بقى اللي إحنا بنقوله، إن أنت لما ربنا يرزقك إن شاء الله وفي فترة معينة كده لازم تقعدي مع أولادك زي ما إحنا لسه بنقول، لأن أنت هيبقى عندك خبرة فهتقدري تقولي لهم إزاي يختاروا شريك حياتهم. أكيد أكيد طبعًا. سعدنا جدا بلكم. ميرسي جدا.
هنكمل نقول ان زي ما انا كنت لسه بقول ان لازم لما تقعدي مع اهل خطيبك او خطيبتك هتشوفي هو بيتعامل ازاي مع اهله، هتشوفي بيتعامل ازاي مع اخواته. هي دي المعامله اللي لما مع العشره هي دي المعامله اللي هو هيعاملك بيها. لان انت في الاول الست وهي بتتعامل مع خطيبها بيبقى الموضوع لسه من بره، فهيبتدي يتعامل معاكي اكنك غريبه، او هي كمان هتتعامل معاه اكنه غريب، فهيبقى الموضوع فيه شويه رزانه وهنطلع ما احسن ما فينا. لكن اقري او اقرا ما بين السطور، الشخص الاخر شريك حياتك بيتعامل مع اهله ازاي غير حتى اصحابه، لان الصحاب ممكن يكون الموضوع فيه فريندلي اكتر فهيبقى واخدين على بعض، لكن الاهل هيعامل مامته ازاي، هيعامل باباه ازاي، هيعامل اخته ازاي، لان اخته دي بعدين هتبقى بنته لما يخلف، هيبقى في عنده بنت، فانت لازم تشوفي هيتعامل معاهم ازاي، هو ده اللي هيبين صح. تمام. طيب نقدر برضو يبقى خلاص عرفنا اول سؤال سالناه، هل في مجالات مشتركه بينكم ولا لا، وقلنا او هوايات زي الرياضه والسفر. قلنا تاني سؤال، هل انت هتقدري تستحملي سلبياته؟ ثالث سؤال اللي هي في ايه، ممكن نقول ما تتجوزيش تحت ضغط. اوعي تتجوزي تحت ضغط، علشان سنك عدى، علشان في مشاكل مع الاب او الام او اخوكي، فانا في واحد هيجيلي فانا موافقت مثلا عليه فانا خلاص هبقى بيت. لا، لان لما بتيجي تتجوزي حتى لو اتجوزنا متاخر شويه ساعتها العقل بينضج والفكر برضو بينضج، فبتبتدي اختياراتك بتكون سليمه. تحت سن العشرين حاجه، في الثلاثين حاجة، بعد الثلاثين حاجة تانية تماما. فطول ما انت قادرة تختاري وتتحكمي عقلك كويس جدا، الموضوع ده بيختلف تماما، بيريحك انت بعدين. فحتى لو اتجوزتي متأخر، لو اتجوزنا متأخر شوية ما فيهاش مشكلة، انا مش شايفة ان فيها مشكلة، لان في ناس ممكن اتجوزت بدري واتطلقت بدري. خلي الموضوع دوت او نتكلم في الموضوع ده لما اقولك مثلا انت شايفه ايه هو السن المناسب بالنسبه للبنت، تقدري بقى تقولي اللي انت كنت لسه بتقولي دلوقتي. هقولك برضو ممكن اختيار السن المناسب للبنت، انا شايفه ان هي لازم تنزل تشتغل، لازم بعد ما تخلص تعليمها لازم تخوض في المجتمع، لان فكرها بيكبر وينمو وبتبقى ناضجه اكتر وبيبقى عندها اختيارات اكتر، وبتبتدي تفهم الدنيا صح، تبتدي تفهم اللي قدامها هو عايزها علشان ايه. فانا شايفه ان لازم تخلص وتشتغل، هو ده السلاح رقم واحد اللي هينمي دماغها. أنا والعمر ده برضه هيديها خبره اكتر، ان هي تتعرف على ناس اكتر وتشوف الناس باخلاقها المختلفه بشخصياتها المختلفه وتقدر تحدد ايه اللي يناسبها. طيب ثالث سؤال هتسألين نفسك، هتقولي هل هو يقدر يتحمل المسؤولية؟ في كتير جدا بعد الجواز الزوج بيشيل ايده من المسؤولية وبيخلي كل المسؤولية على الست الزوج، فبتحس ان هي في عبء كبير جدا عليها، فطبعا العبء ده بيأثر على نفسيتها، بتحس ان هي كأنها في مركب لوحدها بتقف بإيد واحدة فما ينفعش. فالسؤال الثالث هتسألين نفسك، هل هو يقدر يتحمل مسؤولية معاكي ولا لا؟ لازم تختبريه من بعيد، يعني اختبريه وما تختبرهوش، يعني زي ما بنقول كده طلعيه على المسرح او طلعها على المسرح، ابتدي راقب التصرفات من بعيد وما تمسكش الموضوع من اوله، يعني لو في غلطه ما تمسكهاش من اولها، عشان ادي شويه اخطاء او ادي شويه اعذار للاخطاء اللي بتحصل، فاختبريه وما تختبرهوش، طلعوا اللي قدامكم شويه على المسرح كده وابتدوا اتفرجوا من بعيد، شوفوا ردود افعال ايه، شوفوا ردود الافعال ايه اللي هيحصل. فانا شايفه برضو ان لازم ما نمسكش الموضوع اول لما يكون فيه مشكله، نبتدي نمسكها ونقول انت عملت وانت عملتي وانت اتعصبت وانت ما اتعصبت، يعني لا، انا شايفه نخلي بالنا نراقب من بعيد. وممكن برضو الحاجات اللي هي ممكن تعرفها عليه كويس، يعني مواقف، ان هو بيحكي كمان على مواقفه القديم، خبراته القديم، هتشوف اتصرف فيها ازاي. مظبوط، هتعرف. طيب لازم برضو اتصال تليفوني. اوكي. الو،
السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشترك معاكم؟ اه طبعا تنور. نورك يا باشا. اتفضل. انا سامعه صوت اطفال حوالين حضرتك. ولاده؟ ايوه ده ولاد. ولاده. ربنا يخليهم لك. متجوز بقالك قد ايه؟ انا متجوز بقالي 10 سنين. ما شاء الله. ايه الاخبار؟ طمنا على المدام مش عليك. لا المدام تمام. المدام مبسوطه الحمد لله؟ لا مبسوطه الحمد لله. بقالكوا قد ايه؟ كام سنه متجوزين؟ احنا بقالنا 10 سنين. ما شاء الله. بتحاول تساعد معاها ولا لا؟ يعني بتحاول مع الاطفال. طب انت مبسوط يعني برضه نطمن عليه هو كمان. ايوه لان احنا بنتكلم بكل الشباب وكل الفتيات طبعا تقدر. قول له علي صوتك. حضرتك كمان مبسوط ولا المدام بس اللي مبسوطه وانت لا؟ والله العيشه صعبه شويه بس مش اكتر يعني مع الناس كلها يعني. والله ضغوطات مع الناس كلها بس على قدر الامكان طول ما في موده ورحمه وحب هو ده اللي هيخلينا نكمل. انت عليك شويه هي عليها شويه. لا والله الصراحه يعني ما بقاش عليها حاجه خالص. هي عايزه وخلاص. هو الحريم عايزه وخلاص. طب بصراحه يعني والله اللي يلاقي دلع وما يدلعش يبقى وحش. دلع. ربنا يخليها لك. انتوا متجوزين عن حب؟ لا والله كانت جيران كده و جيران يعني. بنت الجيران يعني. ايوه. ربنا يخليكوا لبعض. يا رب. ربنا يخليكوا يا رب لبعض. طيب احنا مضطرين نختم. ايه ده خلصت كده؟ خلصنا بسرعه. خلصنا بسرعه. فاحنا منتظرينكم ان شاء الله يا رب من كل يوم سبت. وعايزه اشكر فريق يوم السبت بجد بيبذل معانا مجهود كبير جدا ودعم كبير قوي لينا. ونزين الحمد لله على سلامتك مره ثانيه. رب ما تمشيش تاني يعني. الف حمد لله على السلامه عليها. وعمر بجد النهارده اليوم كان حلو قوي وانا مبسوطه. مبسوطه ان احنا كنا مع بعض. سعدنا بلقائكم. مستنيينكم ان شاء الله السبت اللي جاي مع دعوه للحب.